موضوع مهم جدا وهو تكوين الجملة في اللغة الإنجليزية. إيه هو التكوين الصحيح للجملة أولا؟ حاجات كتير جدا بتعتمد على الموضوع ده. يعني مثلا سؤال الترتيب، هو أنا هرتب جملة صحيحة إزاي وأنا معرفش تكوين الجملة؟ سؤال الباراجراف، هو أنا هكتب جملة صحيحة إزاي وأنا معرفش طريقة تكوين الجملة في اللغة الإنجليزية؟ تعالوا بقى نتعرف على تكوين الجملة في اللغة الإنجليزية، اللي هو هيكون subject verb object. تعالوا نشوف الكلام ده معناه ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أبناء الطلبة والطالبات. مهم جدا نستغل الأجازة الصيفية في كورس التأسيس في اللغة الإنجليزية، واللي هنبدأه مع بعض النهاردة إن شاء الله. كنا اتكلمنا معاكم في آخر فيديو عن الصوتيات، نطق حروف اللغة الإنجليزية، إنما النهاردة إن شاء الله هنبدأ معاكم في كورس للجرامر أو القواعد. إيه القواعد اللي المطلوب مني إن أنا أبقى عارفها واللي مش موجودة بالتفصيل في المنهج الدراسي يعني. وتعالوا نبدأ مع بعض إن شاء الله كورس التأسيس في اللغة الإنجليزية. الكورس يناسب الصفوف بدءا من الصف الثالث الابتدائي إلى نهاية المراحل التعليمية. تعالوا نبدأ مع بعض. طبعا ده الجزء الأول وهو الصوتيات أو حروف اللغة الإنجليزية بالنطق بتاعها، واللي كنا أخذنا معكم في الفيديو الأخير. تعالوا بقى دلوقتي نبدأ جرامر. تعالوا دلوقتي بقى نبدأ كورس الجرامر بتاعنا، وأول درس عندنا وأول موضوع عندنا اسمه Parts of Speech. Parts of Speech. Parts of Speech أو بالعربي أجزاء الكلام، أقسام الكلام. يعني يا أولاد الكلام ده؟ أقسام الكلام أو أجزاء الكلام حبسطهولك بكل بساطة كده. إحنا لما نيجي ناخد درس، أي درس عندنا في المنهج، بيكون عندنا الفوكاب، الكلمات بتاعة الدرس ده. مهم جدا قبل ما احفظ اي كلمه يا اولاد اكون عارف نوعها ايه. هي ترى الكلمه دي نوعها ايه؟ واول نوع عندنا من الكلمات ممكن تكون ناون. ناون يعني اسم. طبعا اسم يعني اسم حاجه، اسم انسان او حيوان او نبات او جماد، ده بيطلق عليه ناون. ناون طبعا زي علي، احمد، دوج، بوك، دور، باج، بن، الى اخره. دي كلها اسمها ناونز، يعني اسماء. أما الجزء الثاني عندنا في التصنيف وهو pronoun. pronoun يعني ضمير. الضمير ده بيحل محل الاسم، يعني I, he, she, it. يعني مثلا أنا بدي الجملة بعلي، هشيلها وحط مكانها he، يعني هو. ده اسمه pronoun أو ضمير بيحل محل الاسم. الجزء الثالث عندنا في التصنيف ده اللي هو verb. verb يعني فعل. الفعل ده بكل بساطة يا أولاد ما يدل على حدوث شيء، عمل شيء معين، حاجة بتتعمل يعني يا أولاد، ده هو الفعل. طبعا زي play, run, go, eat, sleep. طبعا القواعد اللي تنطبق على الأسماء تختلف عن القواعد اللي تنطبق على الأفعال وهكذا. الجزء الرابع عندنا في التصنيف وهو adjective. adjective يعني صفة. بالبلدي كده صفة يبقى تصف الاسم. وصف الاسم ده ايه او وصف الشيء ده ايه؟ طبعا الصفات زي happy, sad, rich, short, tall الى اخره. تعالوا بقى ننتقل للجزئيه الخامسه هنا وهي adverb. adverb يعني ظرف او حال. الظرف ده او الحال دي كلمه تصف الفعل. يبقى خلي بالك الصفه تصف الاسم، انما الحال ده يصف الفعل، زي badly, quickly, happily الى اخره. الجزء السادس عندنا في التصنيف وهو preposition. preposition اللي هي حروف الجر. preposition اللي هي حروف الجر. دي كلمة من حرف أو من حرفين أو ثلاثة بتيجي قبل الاسم. طبعا زي in, on, at, from إلى آخره. الجزء السابع عندنا في التصنيف ده اللي هو conjunction. conjunction اللي هي الروابط. كلمة بتربط حاجتين زي and وزي but وزي so. ونمبر 8 الحاجة التامنة والأخيرة وهي articles. articles اللي هي الأدوات. الأدوات دي حاجة بتيجي قبل الاسم كده زي الآ والآن والزا. طبعا الآ والآن دي اسمها أدوات نكرة، الزاي دي اسمها أداة معرفة، الزاي دي اللي هي آل اللي هي الألف واللام. كل الحاجات دي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل خلال الكورس إن شاء الله. دي أول حاجة كنا عايزين نبدأ بيها وهي parts of speech أو
أجزاء الكلام، أقسام الكلام في اللغة الإنجليزية. تعالوا بقى، بيقول لي هنا أنواع الجمل في اللغة الإنجليزية. أي جملة هتجي لي يا ولاد في الكتاب لازم أكون عارف نوعها إيه. يا ترى هي جملة خبرية؟ الجملة الخبرية دي اللي بتكون بادئة بالسبجكت أو الفاعل، زي الجملة اللي قدامي دي، هي إز هابي، هي إز هابي، دي جملة خبرية يا ولاد، فاعل، فاعل، مفعول. أما الجملة الاستفهامية، وده النوع التاني، اللي هي بتكون بادئة يا إما بأداة استفهام أو فعل مساعد، اللي هو السؤال بأداة استفهام والسؤال بهل، ده النوع التاني من الجملة اللي هي الجملة الاستفهامية. النوع التالت اللي هي الجملة الأمرية، ودي اللي تكون بادئة بالفعل، يعني مثلا لما أقول لك clean the board، يلا امسح لنا السبورة، دي جملة أمرية، أنا بأمرك بحاجة. يبقى دي الأنواع الجمل في اللغة الإنجليزية. تعالوا بقى يا أولاد ننتقل لموضوع مهم جدا، وهو تكوين الجملة في اللغة الإنجليزية. إزاي أكون جملة صحيحة في اللغة الإنجليزية؟ في حاجات كتير جدا معتمدة على النقطة دي اللي هو تكوين الجملة. يعني مثلا عندنا سؤال الترتيب، ما أنا مش هعرف أرتب الجملة بصورة صحيحة لو أنا مش عارف تكوين الجملة إيه. زي مثلا سؤال الباراجراف، ما أنا مش هعرف أكتب جملة صحيحة، لا ده أنا مش بكتب جملة، ده أنا بكتب ما لا يقل مثلا عن 5 أو 6 أو 7 جمل. طب انا هكتب الجمله صح ازاي وانا معرفش الجمله بتتكون ازاي في اللغه الانجليزيه؟ تعالوا بقى نشوف ايه هو تكوين الجمله في اللغه الانجليزيه. على فكره اي جمله في اللغه الانجليزيه يا اولاد ملهاش غير تكوين واحد اللي احنا هنقوله دلوقتي ده، اللي هو subject verb object. شايف الثلاث مربعات دولت؟ subject verb object. يبقى الجمله دايما بتبدا بالsubject او الفاعل، بيجي بعد منه verb اللي هو الفعل، وبعد كده object اللي هو المفعول، وممكن يجيني تكملة بعد كده اللي هو ايه، الزمان او المكان او حروف الجر الى اخره. يبقى ده تكوين الجملة في اللغة الانجليزية ثابت. على فكرة يختلف عن تكوين الجملة في اللغة العربية، احنا عندنا ممكن جملة اسمية، عندنا جملة فعلية، عندنا مبتدأ او خبر، الكلام ده احنا ما عندناش في الانجليش. هي جملة subject verb object، فاعل فعل مفعول بس، ما ينفعش اغير في تكوين الجملة دي. زي المثال اللي قدامي ده، he plays football، he plays football، ادي الجزء الاول في تكوين الجمله اللي هو he اللي هو السبجكت او الفاعل، بيجي بعد منه الفيرب او الفعل اللي هو play، طبعا هنا ضفنا لها اس. الكلام ده بقى خاص بالتنس او الزمن، هنتكلم عنه بالتفصيل بس قدام شويه ان شاء الله نعرف الاس دي جت منين. يهمني دلوقتي ان انا بس اعرف تكوين الجمله ايه، he بعد كده plays اللي هو الفعل الفيرب، وفوتبول ده الاوبجكت او المفعول. يبقى ده تكوين الجمله في اللغه الانجليزيه. تعال بقى ناخدها جزء جزء. الجزء الاول هنا ده اللي هو السبجكت او الفاعل بتاع الجمله. الفاعل ده ممكن يكون اي اسم، يعني اني ناون، وممكن يكون اني بروناون، يعني يا اما اسم يا اما ضمير، بس مفيش اي حاجه تانية ينفع احطها فاعل بتاع الجمله غير يا اما ناون اسم او pronoun يعني ضمير. يبقى معنى كده لازم اكون عارف pronouns اللي هم الضمائر، ودي اول حاجة هنبدأ بيها هنا في موضوع السبجكت او الفاعل. الضمائر عندنا هنقسمهم نوعين، في مفرد وفي جمع. طبعا الاي هنا في البريزنت احنا بنعملها معاملة سوري، هي هنا مش ماشية ولا مع المفرد ولا مع الجمع. الاي هنا يعني انا بتاخد ام مثلا في verb to be، ولا ماشية مع المفرد اللي هو بياخد is، وانا ماشي مع الجمع اللي هو بياخد ار. يعني الاي دي خلي بالك ايه، ليها شويه قواعد لوحدها، زي هي هو لما اتكلم عن ولد مذكر، يعني شي هي لما اتكلم عن بنت مؤنث، ات بقى لما اتكلم عن اي حاجه غير عاقل. الجمع بقى اليو يعني انت او انتي او انتم، وي يعني نحن، وزي يعني هم. يبقى دي الجزء الأول في الجملة اللي هو السبجكت أو الفاعل، هيكون واحد من البروناون الضمائر. بص مرة تانية، هم أنا لما أتكلم عن نفسي بقول I، لما أكلم واحد واقف قدامي أو واحدة فبقول لها you، لما أشاور على ولد فبقول he، لما أشاور على بنت فبقول she، ولما بشاور على أي حاجة غير عاقل فبقول it. هنا تحت عندنا we يبقى نحن، عندنا you أنت أو أنتي أو أنتم، هنا الجمع بقى يبقى أنتم، زي يبقى انا بتكلم عن مجموعة مش معانا يعني هم. يبقى كده ده الجزء الاول في تكوين الجملة اللي هو السبجكت او الفاعل. طبعا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا انواع مختلفة من الضمائر، وبدأنا بسبجكت بروناون اللي هي ضمائر الفاعل، بس عندنا حاجة تانية اللي هي اوبجكت بروناون.
تكلم لما يكون المتكلم في الجملة اللي هو I هيبقى ضمير المفعول بتاعه مي، إنما لما بكلم واحد واقف قدامي طبعا ضمير الفعل منه يو وضمير المفعول منه يو برضه، إنما هي بقى him ضمير المفعول بتاعها him، she hair hair، it زي ما هي it، إنما we بقى ضمير المفعول بتاعها us، يو للجمع زي ما هي يو المفرد زي الجمع، زي بقى ضمير المفعول بتاعها them، يبقى دي حاجة اسمها object pronoun ضمائر المفعول. عندنا حاجة تانية بقى مهمة جدا اللي هي صفات الملكية. ايه صفات الملكية دي؟ يعني لو حاجة انا امتلكها او الشخص اللي واقف قدامي يمتلكها اعبر عنها ازاي؟ طبعا لو حاجة انا بمتلكها فبقول ماي 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 بول، هنا الكرة بتاعتي. واحد واقف قدامي فهقول له يور بول، يعني الكرة بتاعتك. انما لو بتكلم عن ولد مش واقف معانا هناك اهو فبقول هيز، يعني كرته هو. لو الكرة دي بتاعت بنت فبقول هير، الكوحة يعني بتاعتها. و ات لغير العاقل ضمير صفة الملكية بتاعتها اتس، هضيف لها اس بس. وي بقى ضمير المفعول بتاعها اور، اور يعني ملكنا. ويو للجمع برضو يور. وزي ضمير صفة الملكية بتاعتها ذير، ذير يعني ملكهم. ننتقل بقى لصفات الملك لضمائر الملكية وهي بتحل محل صفات الملكية. طبعا لو المتكلم اي يبقى ضمير المفعول بتاع ضمير الملكيه بتاعه ماين، يو يبقى يورز هضيف لها اس، هي هيز، وشي يبقى هيرز هضيف لها اس، وات زي ما هي اتس، وي هتبقى اورز ملكنا يعني، ويو للجمع بقى يورز برضه ملككم، وزي ضمير الملكيه منها زيرز يعني ملكه، يبقى ده بالنسبه ل ضمائر الملكية. والنوع الأخير من الضمائر اللي هي reflexive pronoun أو الضمائر المنعكسة. الضمائر المنعكس طبعا لما يكون الفعل آي يبقى الضمير المنعكس بتاعه myself، إنما you هتبقى yourself، he هتبقى himself، she herself، it itself لغير العقل، we ourselves، you للجمع بقى yourselves، وthey الضمير المنعكس بتاعها تبقى themselves. ده بالنسبة للreflexive pronoun أو الضمائر المنعكسة. وفي الأخير اللي هي ضمائر الإشارة، طبعا أربعة إحنا كلنا عارفينهم اللي هم this للمفرد القريب، وthat للمفرد البعيد، وthese للجمع القريب، وthose للجمع البعيد. هنا بيقول لي this is a flower أهو مفرد قريب، إنما لو بعيدة الوردة هقول that is a flower يعني تلك وردة. جمع قريب ورد كتير اهو يبقى these are flowers، لو جمع بعيد يبقى those are flowers. خلي بالك الجزئيه اللي تحت دي اللي هي verb to have ده هناخده ان شاء الله الحصه اللي جايه. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهايه الجزء الاول من كورس للجرامر اللي هو اجزاء الكلام وكمان تكوين الجمله، ونكمل معاكم ان شاء الله الحصه اللي جايه.